وينضم معنا من اسطنبول عبر سكايب الاستاذ ياسر النجار المتخصص في شان السوري. اهلا ومرحبا بك استاذ ياسر. بدايه، قبل ساعات من اجتماع طهران الجمعه، ما الذي تقرؤونه من هذه التحركات العسكريه والسياسيه تجاه ادلب؟ هل هي لتاكيد المعركه ام نفيها برايكم؟ مساء الخير. طبعا يذهب الرؤساء الثلاثه الروسي والتركي والايراني الى تبريز غدا، والغاية من هذه القمة كما تعلمون هي أهم ملف مطروح على طاولة البحث هو ملف إدلب. أنا بتصوري هناك ستكون اجتماعات ثنائية. الاجتماع الأهم هو الاجتماع الذي سيجمع الرئيس الروسي بوتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبتصوري هنا سيكون خط الحقيقي والعملي من أجل مناقشة الملف في إدلب. إذن الاجتماع الثلاثي سيكون بروتوكولي وسيتحدث بأكثر مناطق، يعني في قضية في المنطقة، ولكن الاجتماع المنجز على مستوى إدلب سيكون هو اجتماع ثنائي مع الجانب الروسي، ما بين الجانبين الروسي والتركي. طيب، بتصوري أن روسيا قدمت على هذا الاجتماع بعمليات قصف لمناطق مدنيين، وبتصوري كانت تريد أن توصل رسالة إلى الجانب التركي على أنها ماضية في عملية عسكرية على الأرض، توصل رسالة إلى الجانب الأمريكي أيضا على أنها مسيطرة من الناحية الميدانية والعسكرية على الأرض، وتوصل رسالة للمدنيين المتواجدين في إدلب شأنها شأن الحرب النفسية من أجل إخافتهم ومن أجل ترويعهم على مستوى مدني. أنا بتصوري روسيا يعني تذهب وتطالب تركيا بالتزامات سبق لها أن قدمتها حول هيئة ما يعرف بتنظيم هيئة تحرير الشام. أما تركيا فمن مصلحتها التأجيل، وهي ستذهب من أجل أن تأخذ وقت أطول من أجل عملية تفكيك ما يعرف بفصيل هيئة تحرير الشام، وهي تريد أيضا ضمانات أن لا يكون هناك استهداف للمدنيين وترويعهم من أجل أن لا يكون هناك عمليات هجرة ونزوح. أنت أشرت إلى أن الاجتماع الأهم هو ما بين الرئيسين التركي والروسي، طب ماذا عن إيران التي يأتمر بأمرها بشار الأسد؟ يعني أنا بتصوري إيران هي يعني كما نعلم جميعا أن روسيا قدمت ضمانات في مؤتمر هلسنكي حسب ما رشح منه أنها ستسعى روسيا إلى التقليل من نفوذ إيران على مستوى سوريا. إيران لا تريد أن تصطدم مع تركيا بشكل مباشر في منطقة نفوذ تركيا، أنا أتكلم عن الشمال السوري. إيران ستدخل في الشهر المقبل في حالة عقوبات جديدة هي أكبر وذات الأثر الأكبر، وبالتالي آخر ما تتمناه إيران أن تصطدم مع تركيا، هذه الدولة التي تعتبرها خط داعم لها في حال حصار أو في حال فرض العقوبات. إذا تركيا تعي حقيقة أن إيران عندما تخلت أو عندما حلت مشكلة فوعة وكفرية في منطقة إدلب، يعني لي أن إيران سلمت آخر أوراق القوة لديها في المنطقة الشمالية. لا يعني ذلك أن إيران لا تطمح أن يكون لها تدخل في الشمال، ولكن ليس على حساب العلاقة التركية الإيرانية. استخدام أسلحة الدمار الشامل حسب المواثيق الدولية محرم، وأسلحة الأسلحة الكيماوية تعتبر نوع من أنواع هذه الأسلحة، لكن في معركة إدلب واشنطن تنظر إلى المعركة من زاوية معينة وهي استخدام السلاح الكيماوي من قبل النظام السوري. كيف نثق بالولايات المتحدة وهي غضت الطرف عن استخدامات سابقة؟ وما هي الدلائل الموجودة لديها بحيث أنها تختصر الخطر على إدلب بالسلاح الكيماوي فقط؟ يعني أنا بتصوري التهديدات التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية في تصريحاتها على أنها لن تسمح باستخدام السلاح الكيماوي، وكما ذكر تقريركم أعطى ضوءا أخضر لروسيا وللنظام وللميليشيات التي تتبع لإيران في حال أنه يمكن أن يقوم بأي عمل عسكري ما تحت سقف استخدام السلاح الكيماوي. ولكن أنا بتصوري الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أيضا أن تشير بالعصا إلى الجانب التركي على أنها سوف تتدخل في حال لم ينجز الجانب التركي حله لقضية تفكيك هيئة تحرير الشام. أنا بتصوري آخر ما تتمناه الآن تركيا لأن يكون هناك تدخل عسكري ميداني على مستوى قوات تحالف من قيادة الولايات المتحدة الأمريكية. أنا بتصوري أيضا روسيا تخشى في حال أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت سيكون من الصعب جدا أن تقنع الولايات المتحدة الأمريكية بسقف معين. طيب، لنفترض جدلا أستاذ ياسر أن السلاح الكيماوي لم يستخدم في إدلب، وأن سلاح الجو الروسي وسلاح الجو التابع للنظام قام بقصف المدينة وإبادتها وإبادة ما تبقى للمعارضة والمدنيين الذين لا مفر لهم للهروب، كيف هو الحل هنا؟
يعني بتصور عملية المجازر قد ترتكبها روسيا بحق المدنيين، لا يمكن أن يقف المجتمع الدولي بمجمله وتركيا على وجه التحديد يعني تقف صامتة أمام هذا الأمر، وخصوصا أن تركيا هي أكبر متضرر من حال في حال استخدام أسلحة دمار بحق المدنيين. أنا بتصوري روسيا لن تخسر ايضا تركيا، وهي تعلم ان الولايات المتحده الامريكيه تضغط عليها من اجل تقليل النفوذ التركي والايراني على المستوى في الارض في سوريا. انا بتصوري روسيا ايضا هي ما تزال تسعى الى ان تدعم يعني او تضمن ان يكون تقارب ما بين روسيا وتركيا، وبالتالي انا بتصوري القمه التي ستحصل غدا في تبريز ستفضي الى اعطاء تركيا فرصه من جديد من اجل تفكيك ما يعرف بتنظيم هيئه تحرير الشام. لا تتمنى روسيا، وان كان هناك حاله ضربات عسكريه فستكون ضربات على مناطق التماس او في مناطق قد جرت توافق عليها من قبل وهي من اجل فتح الطريق لا. الدولي. اتصور ان روسيا ايضا يعني ستسعى الى الضغط على تركيا، ولكن ليس الى مرحله ان تفقد علاقتها الاستراتيجيه مع تركيا. المتخصص في الشان السوري الاستاذ ياسر النجار كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.